يقول وكيف تكون يعني في يعني يقول في بعض البلاد يعني جماعة يرفعون أيديهم وأحدهم يدعو والباقي يؤمنون. لا هذا غير مشروع، الصفة هذه غير مشروعة، أن يدعو الحاضرون دعاء جماعيا أو أن يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا غير مشروع، الصفة هذه غير مشروعة. كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو للميت بنفسه بدون جماعة أو تأمين على دعاء واحد، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولم يقل كونوا جماعة في هذا. نعم.